الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة من المشاهدين المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم. أيها الإخوة، لازلنا في هذا الحديث العظيم، وهو حديث قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. هذا في الشطر الثاني من الحديث: فاستهدوني أهديكم. لما قال أولا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بعد ذلك قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. والهداية هداية الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: اذكر هداية الطريق، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه السلام كان متوجها إلى مدين، على طول الله سبحانه وتعالى هداه الطريق. لذلك الإنسان لما يركب هذه السيارة يسر الله عز وجل هداية الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ، كل ما خرج من بيتي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. شوف، أضل الطريق، أضل الحقيقة، أضل الرأي، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهناك هداية، يعني في هداية إرشاد ودلالة، وهذه مبينة في القرآن والسنة، وأيضا حتى عند الناس، يعني حتى الأمور الدنيوية كل شيء مبين. تبي التجارة في طرق معينة تمشي فيها، لكن في شيء اسمه هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه من الله سبحانه وتعالى. وإذا كم الإنسان فتح مشروع ما مشى، لأن ما وصلت له هداية التوفيق. وكم من إنسان أقدم على وحدة بيتزوجها ومع ذلك ما مشى، أو هي كذلك كانت تعتقد بأن هذا هو حب حياتها، وبعد فترة يكون هذا هو المشكلة اللي سببت لها مشاكل وغير ذلك. سبب هداية التوفيق. وذلك لما تقول له اهديني، أنت تسأل الثنتين حتى في أمور الدنيا، وتسأل أن يهديك أيضا في الآخرة، يهديك إلى أمور الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم في أمر الدنيا وأمر الدين وأمر الآخرة. ولذلك الإنسان أيها الإخوة لما يفكر ويسأل الله عز وجل الهداية، يفكر في كل النواحي. حتى لما تروح الطبيب ترى هداية، الله عز وجل يسوقك إلى هذا ولا يسوقك إلى هذا، هذه هداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. هذا المؤمن. ولذلك من الهداية لما تفكر في اسم الله عز وجل، يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو المغيث. أن الله عز وجل يغيثك، واسم الله عز وجل الباعث، أن الله عز وجل يبعث هذا الإيمان في قلبك طبعا بعافية. ترى الباعث يعني صح أنه يبعث الناس بعد الموت، وأيضا يبعث الروح بعد أن كانت ميتة، يحيي القلب بعد أن كان ميتا، يبعث فيك. لذلك شو اللي يخلي فلان يقوم الليل وحنا مثلا ما نقوم الليل، بعضنا ما يقوم الليل، شو اللي يخلي؟ هو باعث وجد في قلبه. قد يبعث الله عز وجل هذا الباعث بآية. فضيل بن عياض كان من السراق، يسرقون البيوت، فصعد فوق بيت وسمع قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كان يقول، قاله: بلى قد آن الحين الآن. وتغير الفضيل بن عياض وأصبح من العباد والعلماء المعروفين، الفضيل بن عياض. إذن أيها الإخوة، الله عز وجل هو الباعث، يبعث هذه الهداية فيك. فلما تقول: يا رب اهدني، سأل الله الهداية فعلا. يا رب وفقني، سأل الله التوفيق فعلا. هو الذي ترى يبعث في قلبك الحياة، هو الباعث سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، لما نقول أن الله عز وجل هو الباعث، يعني يبعث في قلبك الحياة،
يبعث في نفسك الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الجسد ترى فيه مضغة، الله عز وجل إذا أصلحها أصلح حالك كله. ولذلك لما تتفكر في اسم الله الباعث، شلون فلان كان في طريق وصار في طريق آخر. كان أحد الصحابة يقول: لو آمن حمار الخطاب أو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. من الذي بعث قلب عمر وأحياه؟ الله سبحانه وتعالى. سألوا خالد بن الوليد وسعد أو وعمر بن العاص، يقول: أنتم أذكياء جدا، ليش ما دخلتوا في الإسلام على طول؟ قالوا يعني قال خالد قال: كان قدامنا عقول، أبو جهل، أبو سفيان وغيرهم ممن كان عندهم من العقول ما عندهم، حنا وين وع هؤلاء؟ لكن من الذي بعث في قلوبهم الإيمان؟ الله الباعث سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يعني جعلني من طاعة إلى طاعة. من الذي يبعث النفس أن تتجه إلى صلاة الفجر وفي وقت الناس كل غالبية الناس نائمة إلا أنت تذهب؟ من الذي يبعثك؟ الباعث سبحانه وتعالى. من الذي يجعلك تروح تتصدق؟ من الذي يجعلك تروح تقرأ القرآن؟ هو الباعث جل وعلا. ولذلك الذي يبعث هذه الأرواح ويصفي هذه الأرواح هو الله عز وجل. لذلك هو القائل في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية منهم، حتى وانت تستشهد تقول اهدنا الصراط المستقيم، اطلب هذه الهداية منه جل وعلا. فهو المستعان وهو الهادي جل وعلا، هو الذي يهدي. وذلك يقول الله عز وجل: أفمن يهدي الحق حق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. يهدي يعني أقل هداية ما عنده، ترى يهدي يعني أقل هداية ما عنده هداية. وذلك الذين يذهبون إلى الأصنام، يذهبون إلى غيره، يذهبون إلى غير الله عز وجل، يذهبون إلى القبور، يذهبون إلى يعني يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، يتوجهون بها إلى الله، يذهب إلى فلان، ترى ما عنده هداية، الهداية بيد الله. وذلك يقول القائل: دع الأمور تجري في عنتها ولا تنامن إلا خالي البالي، بين انتباهة عين وانقباضتها يغير الله من حال إلى حال. أفمن يهدي إلى الحق حق يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى. اطلب الهداية من الله، لا اطلبها من غيره. ماشي ابذل سبب، حاول يعلمونك الناس، لكن دائما قل يا الله الهداية. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والسداد. ترى السداد منه، الهدى منه، الطريق الواضح منه. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني حتى في الحق، حتى في الحق، حتى في الحق. وذلك كان يقول ابن تيمية: يذهب إلى مسجد بعيد لما تشكل عليه مسألة، رحمه الله، إلى مسجد بعيد في آخر القرية، ويمرغ وجهه في التراب، يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ترى المفهم هو الله، والمعلم هو الله، والهادي إلى الحق هو الله، والهادي حتى في أمور الدنيا إلى الله هو الله سبحانه وتعالى. الهادي في أمور الدنيا هو الله جل وعلا. ولذلك من الذي يجعلك تروح حق فلان تترك فلان؟ الله. فأنت تسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، تسأل الله عز وجل الخيرة. وذلك لا تزعل لما يصير شيء عكس ما تريد، بل قل بينك وبين نفسك: اللهم لك الحمد لعلها خير، اللهم لك الحمد لعلها خير. تجد من الله عز وجل التوفيق والسداد.